بخصوص نتائج الأندية الوطنية في كؤوس إفريقيا، فكيتضح لأن فريق الوداد الرياضي مازال كيعاني من مشاكل. الفوز على سيمبا رغم أنه كان مهم ومهم بزاف لإيقاع أمل تأهل الدور الموالي، لكن المشاكل اللي كانت من قبل كانت مازال حاضرة في المباراة. فالوداد من 3 مباريات ما كانش كيلقى مشاكل، وبالتالي ف مادام انه انتصر في الدقيقه الاخيره من المباراه وما قنعش في الاداء ديال اللاعبين ديالو، بالتالي فالمشكل مازال الحاضر. نتمنى على ان المباراه المقبله في تنزانيا تكون افضل، ويتمكن الوداد من تحقيق الفوز، لانه هو السبيل الوحيد الى بغى يضمن تاهل الدور الموالي. الفريق لازم تغييرات في الميركاتو الشتوي، هذا امر ولا مفروغ منه، والاداره ديال النادي خدامه على هذا الشيء. نتمنى على ان كذلك ان الجمهور ما يطيحش ما يسقطش في الـ في الـ في الفخ ديال انه يهين اللعابه ويبدا يعني لان شفنا في نهايه المباراه بعض الامور اللي غير رياضيه. نتمنى على ان اللاعبين اللي كانوا محتاجين للدعم فمحتاجينهم اليوم اكثر من اي وقت مضى. اللاعب كيحتاج الدعم اللي كيخسر اكثر ما كيحتاجوه هو منتصر، بالتالي فنتمنى لان الامور ما تكررش في المباريات المقبله، وان يدعموا هذا الفريق اللي سنوات هو كيحقق نتائج ايجابيه في البطولات الافريقيه. بالنسبه للماتش ديال نهضه بركان، فاذا كانت النقطه المضيئه لهذه السنه في البطوله ولا في المنافسات الافريقيه فهي نهضه بركان، لان صراحه المستوى ديال الفريق تطور بشكل كبير مع المدرب كرما، وكذلك اللاعبين تعودوا على اللعب بعضياتهم، وكنشوفوا على ان ما بقاوش كيلقاو مشاكل باش ينتصروا على المنافسين ديالهم لا افريقيا ولا محليا. بركان اعلن نفسه على انه منافس قوي للبطوله هذا الموسم، وكذلك على كاس الكاف. نتمنى على انه يشوف يستمر في هذا المسار، لان بركان حقيقه كيجني ثمار واحد السنوات من الاستقرار لا الاداري لا التقني لا البشري. انتدابات بينوا على انهم كانوا في المحل ديالهم، جميع اللاعبين جداد اداو مباريات رائعه صراحه، لا مباراه ديال ديابل الوار في الكاف للمباراه ديال الاولمبيك اسفي. وبطبيعه الحال فحوس بركان اليوم هذا الموسم هذا ناوي على انه يحجز على او يفوز بالجميع الالقاب، وهذا من حقه لان الفريق خدم وخدم كثير في السنوات الماضيه، واول يوم كيجني ثمار ذاك العمل والاستقرار كيف قلت. متمنياتنا على ان الوداد وبركان يدوزوا للدوزيام تور ديال لي كوب افريكان، وباش ان شاء الله يخليو كره القدم الوطنيه في التوهج ديالها وفي الرتبه اللي محتلها قاريا. وصحيح ان فريق الوداد بدا بدايه سيئه، المباراه الماضيه امام سيمبا كان مطالب فريق الوداد انه يحقق النتيجه، الحمد لله تحققت النتيجه، ولو انه الاداء طبيعه الحال لم يرضي اي احد، اداء يمكن نقول كارثي لفريق الوداد، غابت عليه الطبعه او الطابع ديال فريق الوداد الرياضي في هذه المباراه. الحمد لله تاتت نتيجه ايجابيه خلات فريق الوداد انه الحظوظ ديالو تكون مازال قائمه. الان فريق الوداد يجب عليه يعني مراجعه الاوراق والاستعداد بالشكل المطلوب للمباراه ديال الاياب. صحيح ما كنعرفوش الان الظروف اللي غيكون فيها فريق الوداد من هنا ليوم 19 دو جنبير، ولكن نتمنوا انه الجميع يلتف حول فريق الوداد. صحيح انه المسؤولين ديال فريق الوداد والاداره هي اللي عارفه المصلحه ديال فريق الوداد الرياضي، كانتقادات المدرب حاليا واش خص المدرب يمشي فحالو الان، ام انه خصنا فريق الوداد ننتظرو حتى يلعب المباراه ديال الاياب امام فريق سيمبا التنزاني. ولكن المهم هو انه يتوفروا جميع الظروف من اجل تحقيق فريق الوداد نتيجه ايجابيه في مباراه الاياب، لانها هي النتيجه الكفيله ببقاء فريق الوداد في المنافسه على التاهل للدور الثاني ان شاء الله. لما توصل المقابله الخامسه سيكون انذاك شهر فبراير من سنه 2024، غيكون كلام اخر ان شاء الله في حاله تحقيق فريق الوداد البيضاوي نتيجه ايجابيه، لانه الحظوظ ديالو غادي تكون قويه من اجل التاهل ان شاء الله. بالنسبه لبركان شيء عادي ان بركان دائما كيحقق نتائج ايجابيه في منافسه كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، انتصار ثالث على التوالي. القوة ديال بركان في كأس الكاف لا تناقش، الأكيد أنه سيدبر مباراة الإياب بالشكل الذي سيناسبه من أجل حسم التأهل قبل من جولتين من نهاية دور المجموعات. ونتمنى أنه دائما المسيرة ديال الفرق الوطنية تكون موفقة في الكؤوس الإفريقية، الوداد في عصبة أبطال،
وبركان في, 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 في كأس الكاف. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.